احنا كفريق حزب الاثار المعاصره دخلنا اليوم الدوره ديال شهر 10 من اجل مناقشه مجموعه من الامور ومجموعه من القضايا تهم مواطنين ساكنه الرباط. ولما ما تكلمناش على مجموعه من القطاعات، ولكن القطاع المهم في مدينه الرباط هو قطاع التعمير اللي كيعرف مجموعه من الاختلالات ومجموعه من التجاوزات. كفريق حزب الاثار المعاصره بغينا نتكلموا ونناقشوا مجموعه من الكوارث وقعت في مدينه الرباط، لكن للاسف الشديد السيد العمده اقصانا باش ما نناقشوش هذا الموضوع وبغى يهرب هذا النقاش في ظروف غامضه ولا اعرف يعني ما يقع في هذا المجال. فاليوم انا بغيت نتكلم على هذا الموضوع لانه مجموعه من المستثمرين، مجموعه من المقاولين، مجموعه من المهندسين المعماريين اللي كيتشكاو في مدينه الرباط، ومجموعه كذلك من المواطنين اللي كيتشكاو في سحب الرخص ديالهم. لانه هل يعقل اليوم في مدينه الرباط لعاصمه المملكه المغربيه اللي بعد الرخص اللي كيسحبوها الناس في 4 سنين 5 سنين وفي ظروف صعبه جدا، يعني بناء على الشكايات ديال المواطنين وما يتداوله المواطنين ديال مدينه الرباط حول الخروقات وحول الزبونيه والمحسوبيه اللي كيعرفها القسم، رئيس قسم التعمير طالبنا السيد عمده ميرانو تيكلم في هذا الموضوع بان هناك الزبونيه والمحسوبيه حاضره بشكل كبير في هذا القسم، وقع وعدنا السيد عمده من اجل فتح تحقيق في هذا الموضوع لمده اشهر ما زودناش بتقرير حول هذا الموضوع. اليوم كنتسائلوا بانها تدعي بان عندها نفوذ قويه، والسيد العمده اليوم بغينا نعرفوا شكون العمده، واش هي رئيس قسم التعمير او السيد العمده. هناك كذلك المحاباه، كاين بعض المنعشين اللي كياخذوا الرخص ديالهم في 24 ساعه و 48 ساعه، حنا معاهم لان القانون واضح تسهيل وتبسيط المساطر القانونيه، حنا مع روح القانون، ولكن بغينا هذا الشيء هذا التبسيط وتسهيل المساطر يجري على جميع المقاولين والمنعش العقاريين والمهندسين. لكن هذا السيد الرئيس ديال التعمير لان عنده مده ديال 10 سنوات او 12 عام اصبح عندنا نفوذ كبير في مدينه الرباط، ولكن حنا تكلمنا على مجموعه من الاختلالات، وهذاك الشيء اللي وقع يوم السبت لولا تدخل الوالي قد يعني كانت تكون كارثه بالنسبه للساكنه ديال اكدر الرياض وحي الرياض. حنا كفريق حزب اثار المعاصره انسحبنا من الدوره لانه قصانا باش نتكلموا على هذا الملف ديال الفساد، لانه الرباط كله كيتكلم عليه والسيد العمده ما بغاش ياخذ قرار. اليوم اتاسف ان بعض المستشارين خصوصا من المعارضه يريدون ان يتكلموا في موضوع خارج الضوابط القانونيه. اولا الماده 41 تمنع اي واحد في المجلس ان يتناول موضوع خارج جدول الاعمال. ثانيا الماده 18 من النظام الداخلي المؤشر عليه تمنع يعني لا تجيز يعني في جلسه الاسئله الكتابيه ان نتكلم بالاحاطات، يعني انك تتكلم في شي موضوع غير هكذا. هذه جلسه يعني قانونيه ديال الاسئله الكتابيه يعني كينظمها القانون 113/14 وما عندناش الحق نتكلموا في اي حاجه. ونبهت المستشارين على اساس انه انا بقاو لي نقاط في الجلسه الاولى وبالاحرى بي ان ندرسوا معنا، ما يمكن لي شاهد. اما ذاك الموضوع الذي يثيرونه انا كنت غادي نثيره في الجلسه المقبله، انا اللي غنتكلم على هذا الموضوع في الجلسه المقبله لكي انور اولا المجلس، لان ماشي كلشي مستشارين متبعين شنو اللي كاين، وماشي داكشي اللي كيتكتب كله هو هذاك، وماشي ديك التصاريح ديال الناس المغاربين كلها صحيحه.